السلام عليكم، حياكم الله شباب قناة تو جيمر. احنا في مؤتمر في معرض E3 جناح مايكروسوفت، نلعب سي اوف ثيفز، لعبة القراصنة الرهيبة من مايكروسوفت، لعبها مجموعة مع بعض. هنا فهد معاي، معنا بودكاست العاب بعد داخلين معاهم في نفس اللعب، جالسين نلعب هناك احمد الراشد زي ما تشوفون، وانا بكون هنا مع فهد بشرح لكم ايش اللي قاعد يصير في اللعبة. هلا والله فيكم، كيف حالكم؟ فهد معاكم، الحين قاعد العب انا لعبه سي اوف ثيفز. طبعا فهد الحين جالس يلعب، اوكي، معهم على المايك اللي يشرح من مايكروسوفت، قاعد يشرح لهم ايش المفروض انهم يسوون في اللعبه. احنا كما يبدو في جزيره وفي شخصيات ثانيه موجوده معنا، اوكي، هذول باقي الشباب اتوقع، صح؟ اوكي، اللي يلعبوا معانا. فهد طلع السيف، مسدس، ارسع على برا. متجهين الحين اللاعبين الاربعه الى السفينه. نشوف فهد الحين طبعا يلعب، يشوف قدامه الثلاث لاعبين الثانيين اللي حولنا في نفس المكان، اوكي. واحد منهم طاح في البحر، فهد طاح بعد، يلا مو مشكله. ام حق راسنا والله، اشوف برس اكس از وول. طبعا اللعبه رسمها كرتوني اكثر، بس يضحك، يعني اللعبه الهدف منها انها تصير تضحك اكثر من انها جد وقراصنه ومدري ايش وكذا، يعني فعادي ما يضر، اهم شيء المتعه. هذا احمد الراشد قاعد يقول لنا ان هذا فهد في اللعبه، شكله يشبه صدق من جد، قاعد يحرك السفينه بكرشته. معلم شاورما والله، رهيب شكلك، رهيب شرب، رهيب. لا اهم شيء عندك سكار هنا في الرقبه. طبعا كل واحد في السفينه يكون له دور او شيء يسويه، ففهد اللي هو اكبر واحد فيهم واضخم واحد يبونه يرقى فوق عشان ينزل الشراح. لا لا لا، انا مو قاعد العب الضخم، العب العادي الضخم، ويعرف ايش اسمه. تو صورت كنت الضخم، يقول يشبهني. بس كذا، اوكي عادي، يلا. طبعا فهد بيطلع فوق، ينزل الشعار، نزل شراع عشان تمشي. انا نزل اشرع الحين، اوكي، يا سلام. من تحت مو من فوق، كويس، يلا اسهل. رفعت المايك اتوقع، مو مشكله. دفه بعد قطه، قطه خله يموت. هذا الراشد، وايش الراشد احمد الراشد هذا اللي تو، هذا احمد الراشد. انت الكابتن؟ ما ادري والله، قفل الباب وصل الكابتن، خلاص خليهم يشتغلون. هنا الخريطه، اوكي قالوا لك جيبها، قال الخريطه اختار وين نروح. وين نروح، يلا معناته انت الكابتن. وقف وقف، لما يصير انا برقى فوق الحين اشوف شو السالفه. شو ذا؟ ذي بس. ذي هلا والله، خبر انت، شبيك مت. ايش صرت شبح؟ مت، حرف حد الاشباح. بعدين طيب الشباب، الشباب، شوف اللعب غير عند الشباب الحين. فهد مات، صار سفينة اشباح، ما ادري ليش الشباب الثانيين قاعدين يلعبون عادي. وريهم، انا مت محمد. طب ارجع للحياة، شوف شو السالفة. هنا رهيبة. اوكي رجعت. رجعنا للعالم الحقيقي الحين مع فهد، دخلنا باب كذا يضحك ورجعنا صرنا معاه. وش الاشياء هذه؟ شعب الحين ناخذ خشب على اساس المويه ذي. وين الخشب؟ السفينه غرقت. هذا خشب، هنا خشب، هذا خشب، يلا روح صلح. وين هنا؟ هذا هنا، هنا هذا سكر. والله احسن اللعبة. صلح يا ابن حلال. ضربته، ايوه، اسوأ مجموعة قراصنة شفتها في حياتي. لا لا، تجربة ذا، مو اللعب الحقيقي.
هذا احنا بالسفينه موجوده. طبعا اللعب هذا تلعب تعاوني، كل واحده وظيفه. عندك مثلا عندك هنا الشراع، كيف تنزله؟ تجي هنا تضغط هذا تنزل الشراع، هو ينزل. انزل انزل ولا ما نزل؟ ما ينزل، ما يبغى تنزل. حركت انت ما ادري. لا ستسال ويحتاج واحد لازم تحت يكون هنا. عندكم الخريطة، واحد لازم يقعد يشوف عشان يعلم الناس وين يروحون. هنا الجزء زي ما تشوفون تكتشفونها، كل جزيرة فيها أشياء كثيرة، فيها كنوز وأشياء رهيبة. مو بس كذا، عندكم هنا الخشب، الخشب هذا تاخذونه إذا غرقت السفينة أو هنا مثلا طلع فيها موية تسكرونه فيها. وهنا الكانون بول أو الكرات الحديدية حقت المدافع، داخل الكرة وترقى فوق المدفع، تعلق على الواي يعبي لك إياه. الحين خلاص من جاهز للإطلاق، خلنا نجرب نطلق. ماي أوكي طلق يا ولد، صرت هامور. هاي رجي هنا وسوي تيتانيك، فيلم تيتانيك. شوف كيف واقف هنا زي تيتانيك. اللعبة فيها أشياء كثيرة صراحة يعني. هذا قاعد يعزف من يغني. أيوة أيوة كفو، عندنا عزازي لهندي. هذا الخوي ذا جمو طويل. واحد يركب داخل. أوكي كيف أدخل؟ كيف أدخل؟ Okay, I'm gonna fire you. You guys go straight north, I think. You want to? أنا ما حد يطلقني، أنا لازم أروح أسبح. روح أخوياي. كعاب يا ولد يلا. هاي هاي هاي. Okay, هذه أول جزيرة وصلناها بالاستكشاف. أمشي الخريطة ما أدري وينها أصلاً. وهكت وهكت بيطلع مسدسي اسلحتي. اوكي الله جلدكم، تعالوا تعالوا. ها الله حول، انا ربيكم الحين. هذا في قتال بعد زي ما تشوفون. ايوه فقعت لك واحد الحين ثاني. لا 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 يا اخي صعب تحك. سلام. أنا ليه؟ أبي طق بالسيف، وين السيف حقي؟ أوه لا أوه كنت بموت زي ما تشوفون. والله على الحفة. طيب عندكم تقدر تحفر. بس أنا ما في شيء طبعا. لا طيب عندي الخريطة هنا، أنا بروح بطلع كنز. أوكي أروح هنا، وين أروح؟ أنا ويني أصلاً؟ وهذه طبعاً كانت يعني أقل شيء يقدروا كمان اللعبة صراحة. اللعبة واضحة كبيرة، بيبي لها شغل كثير صراحة، وفيها لعب تعاون كثير. كما كنت شيحة، شكرا لكم في ثانية قناة ترو جيمينج. شكراً من E3، مع السلامة.